رحت يا شعبان وحوينا بدرجة يا رمضان وحوي يا وحوي. ده الديزاين اللي هو المقاس الأكبر من المقاس ده. السبب اختيار التصميم دوت ان هو انا بحب المرأة الإسلامية لانها ليها اشكال كده بتبقى جميلة جدا، فحبيت ان انا اعملها او ادمجها في فانوس. فالفانوس دوت واخد من العمارة الإسلامية في كذا حتة، مش يعني في مصر مثلا وكذا دولة تانية مع برضو مع الحاجات الموجودة في مصر. ففكرت ان انا مثلا ادخل فيه الاشكال الاسلاميه، الحاجات الاسلاميه، الفن الاسلامي تحتي حاجات كتيره جدا بتبقى موجوده في المساجد في الحاجات دي. فانا حبيت ادمجها في فانوس يبقى فانوس مصري، بس ما نخرجش عن الشكل بتاع الفانوس المصري اللي هو الاصيل الاولاني خالص. يعني ندمج نعمل حاجتين في فانوس واحد، ان احنا نعمل شكل جديد وشكل عصري وخامة ما بتصديش مثلا ولا بيحصلها اي حاجة، على تفضل عايشة على فترة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت نعمل حاجة من الفن الاسلامي ويبقى كل دوت كله متجمع في فانوس واحد. فحاولت ان انا اعمل القاعدة مثلا تبقى في السلك بالطريقة دي، بالشغل اللي هو ده بيسموه شغل النسيج، نسيج بالسلك. بدأت اعمله باشكال مختلفة في القاعدة في القبة في التصميم بتاعها، واعمل الجسم بتاعه اعمله كله نحاس. يعني مثلا نختار اي شكل اسلامي من الاشكال الاسلامية، الشكل ده شكل مشهور جدا اسلامي. بعد كده الفكرة اتطورت معايا ان احنا ممكن مثلا نعمله باسم مع مثلا صاحب الفانوس يختار لون الخرز الصغير، يختار اي لون هو عايزه ويختار الاسم اللي هو عايزه كمان، وكمان نعمله بيغني وينور. فيبقى احنا كده عملنا كل حاجه في الفانوس، فانوس يدوي وخامته ونحاس مش بتصدي ولا بيحصلها حاجه، ولا بلاستيك بحيث انها ما تتكسرش. النوعيه اللي هتقبل على الفانوس بتاعي اللي هي الناس اللي بتكون مقدره ومحترمة الشغل يدوي أكتر، أو فاهمة قيمته بالظبط، أو كمان عايزة أجيب مثلا هدية لحد، هدية تكون مميزة، هدية تكون جديدة مختلفة. في ناس كتير بتكون مثلا داخلة ما عجبهاش التصميمات مثلا الموجودة في السوق المصري أو مش موجودة السنة دي، فمثلا بيشوفوا الفانوس بتاعي بأن هو مثلا ممكن أكتب عليه اسم، ممكن أخليه بيغني وينور، فبيبقوا مقبلين أكتر على الفانوس بتاعي. يعني الفانوس الصغير الحجم اللي هو الصغير ده بيكون ايه رايح اكتر للاطفال. لما شافوا الفانوس بتاعي رغم ان هو ما فيهوش اي اشكال مثلا كرتون او حاجه، الاطفال بيبقوا فرحانين بيه جدا ومبسوطين بيه، وده حاجه يعني حلوه جدا. انما اللي هو الديزاين اللي هو الكبير بقى ده ما بيكونش الناس مقدراه، يعني غير الناس اللي هي بتكون فعلا عايزه تجيب حاجه مميزه جدا للديكور عندها في البيت. هو ده بيكون سعره اعلى شويه بسبب التكلفه اللي هي او الجهد اللي انا بذلته فيه، فبس ده بيكون اكتر مقبل عليه الناس اللي عايزه تزين مثلا البيت، تعمل ديكور جديد في البيت في شهر رمضان. الحجم اللي هو الكبير هو بالنسبه لصناعه الفوانيس مفيش حد يعلمني، انا الحمد لله موهبه من عند ربنا، بس انا كنت بطورها يعني بشتغل عليها كل سنه مثلا اتعلم حاجه جديده كل سنه، وبعدين كنت بجرب. ما بيكنش بيهمني مثلا ان الحاجه دي ممكن ما تنجحش معايا، لان انا جربت تصميم الفانوس ده قبل كده وفشل معايا، بس كنت بطور الموهبه دي كل سنه مثلا ادور على اشوف ايه الجديد، وحبي كمان في ان انا ادمج الاشكال الاسلاميه دي تبقى في شكل كده قصادنا يتحط ديكور في البيت تبقى محتفظين بيه. انا بحب الشغل الاسلامي فحبيت ان انا ادمجه في شكل، حاول ان انا ابتكر حاجه جديده، اغير في الاشكال، اطور. المهم ان احنا يعني نحافظ على مثلا التراث بتاعنا الاسلامي والتراث المصري والحاجات اللي دايما المصريين مشهورين بيها في رمضان، اللي هو اكتر حاجه اللي هو فانوس رمضان.